السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل، تقدر تعمل بيه الوحش بتاعك، تقدر ترسم زي ما انت عايز. مثلا عايز تعمل حاجة بالشكل دوت، تمام. ممكن تعمل مثلا اهو، وبعد كده هتقول له انفليت، يبدأ حواليك كده بالشكل زي 3D، تمام. وبعد كده هقول له انيميت. طيب عايز اخليه يتحرك، فبسجل الحركة اللي انا هعملها مثلا اهو، تمام. هو بيبدأ يتحرك في المسار اللي انا هديهوله، تمام. هبدأ اسجل الحركة ديت اهي، والجزء ده برضه ممكن تديله حركة. هو بقى يمشي في المسار دوت. ممكن بعد كده تيجي تسيف المشروع بتاعك او تصدره على هيئة ملف GLTF او OBJ.